صباح الخير، يسعد صباحكم، نصبح عليكم من جديد بيوم جديد وفقرة رياضية جديدة وطبعاً نشاط اليوم جديد. أنا اسمي سماء وحكون مدربتكم لليوم. اليوم حيشاركنا بحلقتنا سعد. صباح الخير سعد، كيف حالكم بالبيت؟ بتمنى الكل يكون جاهز ومتنشط وجاهز يلعب معنا بحلقة جديدة. هلأ اليوم رح نركز على تقوية عضلات الظهر، العضلات العلوية والسفلية. ليش؟ عشان نحمي هاي المنطقة، لأنه كتير من الأوقات تكونها هاي المنطقة كتير ضعيفة وكتير ناس بيعانوا من آلام فيها. اليوم رح نستعمل أوزان بتماريننا. طبعاً عندكم الخيار ما تستعملوا أوزان إذا ما بدكم، بس إحنا رح نبلش مع إحمائنا. هلأ رح نبلش مشي بمحلنا، نحرك إيدين وإجرين مع بعض. دائماً خلوا نظركم للأمام، لعنا لفوق، حتى لو تعبتوا ما تطلعوا لتحت على الأرض، دائماً تطلعوا علينا. خلوا نفس دائماً شغال، نفس لجوه من الأنف ونطلعه لبرا من الفم كل مرة. رح ناخذ ايدينا لفوق، نتنفس لجوا، كمان واحدة زيها. هلا بدي انا ناخذ خطوة من اليمين للشمال، ايدينا بيتحركوا معانا. دائما لما يكون في عندنا تمارين فيها اوزان بدنا نحمي الجسم كثير منيح. هلا كثير مهم بكل تماريننا اليوم نخلي المعدة مشدودة لجوا، ملزقة بظهرنا، والسرة مشدودة لعند العمود الفقري. رح ناخذ ايدينا لفوق باتجاه السقف وننزلهم لتحت، نفس الحركه بالاجرين. بدينا نريح ايدينا من اليمين للشمال، كعب رجلنا بيرتفع عن الارض لما نتحرك يمين وشمال. رح نرفع ركبنا لفوق وحده وحده ونسكر ايدينا تحت اجرينا. المعدة مشدودة لجوا، ننزل بصدرنا لتحت كل مرة. نفس الحركة ناخذ ايدين لفوق باتجاه السقف. نعمل ثمانية هون. أربعة، ثلاثة، اثنين، وآخر وحدة. رح نمسك الأوزان تاعونا ونبلش بتمارين بطيئة عشان لسه نكمل مرحلة الإحماء. الركب دائماً حيضلهم شوي متنين، مش على الآخر بس شوي، ودائماً بدياكم تخلوا وزن جسمكم بكعبكم. رح ننزل لتحت باتجاه الأرض ونرجع نطلع لفوق. هلأ حميل للجنب مشان تشوفوا الحركة بوضوح أكتر، وتشوفوا إن النزلة جاي من مفصل الحوض مش من الركب. رح ننزل كمان مرة شوي شوي لتحت، نطلع شوي شوي لفوق، نخلي الصدر مفتوح والكتاف مشدودين لورا، ننزل لتحت شوي شوي، نطلع لفوق. رح نعمل نفس التمرين شوي أسرع، ناخذ إيدينا باتجاه ركبنا، نرجع نطلع لفوق. ظهرنا بيضل مستقيم. كمان وحدة زيها. هلأ رح ننزل تحت لثلاثة، ثلاثة، اثنين، نطلع لفوق سريع. ثلاثة، اثنين، واحد، ونطلع لفوق. رح نعمل كمان وحدة زيها. هاي المرة رح ننزل لتحت سريع ونطلع لفوق سريع، وحدة وحدة. دائما تنية خفيفة بالركب والظهر مستقيم، المعدة مشدودة لجوا، صدرنا مفتوح. كمان اثنين زيهم. رح نعمل تمرين جديد، ننزل ايدينا لعند ركبنا، نرفعهم لفوق، نرجع ننزلهم لتحت، ورح نرجع نطلع لفوق. كمان مرة ناخذ ايدينا لعند ركبنا، طلع ايدينا لخصنا، ننزلهم لتحت. هلا بدنا نمشي اسرع بهذا التمرين. خلوا وزن جسمكم لورا، ما تميلوا لقدام مع ظهركم. كمان مرة رح نعمل كمان اربع زيهم. ثلاثة هون، آخر وحدة زي هاي. هلأ رح نعمل نفس التمرين، بس هاي المرة رح نضلنا تحت، نعمل سبعة ورا بعض هون. سبعة، ستة. هلأ كتير مهم تخلوا اتجاه كوعكم للخلف، ولما يطلعوا كوعنا لفوق بدينا نشد المسافة الصغيرة اللي موجودة بين كتافنا. أربعة،
آخر واحدة رح نطلع لفوق ورح نعيدها كمان مرة، ننزل لتحت. 7 6 5 4 3 زيهم. 2 وآخر واحدة. هلأ خلوا وزن واحد بإيدكم أو 2 زي ما بدكم. رح نميل حالنا لقدام وبدينا نثني الإجر الأمامية ونريح إيدنا عليها. هلأ كونا رح يضل قريب على جسمنا ويطلع لفوق. بذكركم كمان مرة تشدوا معدتكم لجوا. رح نعمل كمان 8 زيهم هون. وآخر 3 2 آخر وحدة. خليكم لفوق، حركة أصغر والكوع لسه بيطلعوا لفوق. أربعة 3 2 رح نقلب للجهة الثانية، نعمل نفس الإشي بالضبط، نريح إيدنا على إجرنا، نطلع لفوق وننزل لتحت. قربوا كوعكم من جسمكم. 8 زيهم هون. كمان 4 4 3 2 خلي ايدكم فوق وكوعكم مرفوع، حركة اصغر واقصى اشي لفوق. 4 3 2 وآخر واحدة. أوكي رح نرجع ننزل إيدينا لتحت. هلا بدينا نرفع إيدينا لعند كتافنا، بيطلعوا لفوق فوق راسنا، بيرجعوا بينزلوا لتحت ومنريحهم بجمنا. إيدينا بيطلعوا لفوق بنقعد للخلف. ممتاز. هلا بدي نظركم يلحق إيديكم، رح ناخدهم لعند كتافنا ولفوق. ليش؟ ما بدي اياكم تاخذوا ايديكم ورا راسكم، بدي اياهم يضلهم شوي لقدام. كمان 2 هون. واخر وحده. هلا هاي المره لما نرفع ايدينا بنضل 3 2 نزلوا ايديكم لتحت، عيدوها كمان مره. ننزل ايدينا لتحت كمان مرة زيها. ننزل ايدينا لتحت واخر مرة. 3 2 اخر وحدة. ممتاز. رح نحط الاوزان على جنب وننزل باتجاه الارض. هلا بدينا نريح حالنا على بطننا. أول إشي رح نعمله نمد إيد لقدام، نمسك الإجر الثانية وبدينا نحاول ناخد الكعب باتجاه السقف. رح نرفع صدرنا لفوق وإجرنا لفوق وبدنا نضلنا نضغط إجرنا باتجاه إيدنا. رح تحسوا بضغط بالمنطقة السفلية للظهر. طبعا نظرنا بضل تحت على الفرشة. يلا عدوا لتمانية معنا، حنضل هون لتمان عدات. أربعة 3 2 ننزل لتحت شوي شوي، نقلب للجهة الثانية، نمسك إجرنا من الكاحل ونشد مشط الإجر الكعب باتجاه السقف، نرفع صدرنا لفوق ونحاول نرفع إجرنا عن الأرض كمان. أربعة 3 2 شوي شوي نريح حالنا. هلا من هون رح نحط ركبنا تحت الحوض بالضبط وإيدينا تحت كتافنا. رح نرفع الإيد اليمين أو الشمال بالإجر العكس، يعني يمين بالشمال شمال بيمين. هلا رح نسكر الكوع على الركبة، نفس لبرا لما يدخل الكوع والركبة لجوا.
رح نعمل كمان 8 على هاي الجهة. نخلي اجنا مرفوعة على نفس مستوى الحوض ونمد الايد والاجن لبرا بعكس الاتجاهات. رح نقلب الجهة الثانية، نرفع الاجن لفوق، اول اشي نلاقي توازن بعدين نبلش بحركتنا. كمان جولة زيهم. أربعة، ثلاثة، اثنين، وآخر وحدة. رح نرجع زي حالنا على بطننا على الأرض ونحط إيدينا ورا راسنا والنظر تبعنا بيضل على الأرض. رح نرفع صدرنا عن الأرض ونخلي إجرينا إجريكم يضلهم ثابتين على الأرض، بس الصدر بيرتفع. هلا مش مهم قد ايه بتطلعوا لفوق، بس اهم اشي تشغلوا هاي العضلات اللي هون. رح نضلنا لفوق، ناخذ ايدينا بجنبنا، نحاول نوصل لعند ركبنا، وكل مره بنتحرك بديكم ترفعوا صدركم لفوق كمان شوي عن الارض. آخر أربعة على اليمين وعلى الشمال. اثنين، وآخر وحدة. نرجع لورا شوي شوي. رح نرجع نمسك الأوزان تاعونا وحدة بكل إيد. بدي أنا بس نمسكهم على 90 درجة، نفتح صدرنا، نشد كتافنا لورا. نفس لبرا كل مرة بنتحرك. كمان 8 زيهم هون. اهم اشي تفتحوا صدركم قد ما بتقدروا، ترجعوا كتافكم لورا قد ما بتقدروا، كوعكم يرجعوا لورا كمان. اخر اربعة هون. واخر واحدة، ممتاز. هلا من هون رح نستعمل بس وزن واحدة، نحط ايدنا تحت كتفنا ورح نفتح ايدنا للجنب. كل هاي التمارين تزبط برضو بدون اوزان اذا ما عندكم اوزان متوفره، او اذا لساتكم جداد على الرياضه، او اذا عندكم اي اصابات. كمان اربعه، نفتح ونسكر للجنب. اثنين، رح نرجع كوعنا لورا لفوق. أربعة زيهم. آخر اثنين. آخر وحدة، رح نقلب للجهة الثانية. نفتح إيدنا للجنب. قد ما بتقدروا خلوها ممدودة بجنبكم. كمان أربعة زيهم. كوعنا بيرجع لورا باتجاه السقف. واربعة هون. ثلاثة، اثنين، اخر وحدة. ريحوا ايديكم. رح ناخد ايدنا بالضبط قدام صدرنا، نشدها لعنا ونخليها ممدودة. هلا مفروض حسيتوا التمرين الاخير بالمنطقة اللي بين كتافكم، المنطقة العلوية من الظهر او المنطقة اللي بالوسط. رح نثني ايدنا ونحاول نشدها لورا كمان. نقلب الجهة الثانية، ايدنا ممدودة، بنشدها لعند صدرنا. رح نثنيها وناخذها لورا. رح نفتح ايدينا ونطلع النفس لبرا، نشد الكف على بعض، نتنفس لجوا، نتنفس لبرا. خذوا النفس كبير لجوا معانا، طلعوا لبرا. كمان مرة. هلا بدي ايانا مع بعض شوي شوي نطلع لفوق. خلوا مسافة بين اجريكم
وهلا بس بدي ايانا نحاول نمرجح حالنا من اليمين للشمال، ننزل كل وزننا لتحت باتجاه الارض. ريحوا حالكم لتحت، خلي الجاذبيه تشدكم لتحت باتجاه الارض. هلا هون ممكن تمسكوا كوعكم كمان اذا اريح لكم. نتني اجرينا وشوي شوي نطلع لفوق، اخر اشي بيطلع لفوق راسنا. رح ناخد ايدينا ورا ظهرنا ممدودين وبعاد عن ظهرنا، نظرنا لفوق. خذوا نظركم لعند السقف، ريحوا خصركم اليمين للشمال. رح ناخد ايدينا بجمنا، ارفعوا ايديكم لفوق، تنفسوا لجوا، خذوا نفس لبرا كمان مدى نفس كبير لجوا، ايدينا بيرتفعوا لفوق ونزلوا ايديكم بجنبكم. يعطيكم الف عافيه، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستفدتوا معنا اليوم. نشوفكم بكره مع حلقه جديده وفقره رياضيه جديده. باي باي.